خير يا جبل. معلم جبل لك. أكيد أكيد. من لهفتي جيت لعندك لشو شو بدك؟ قلقتني، شو صاير معك؟ اسمع لقلك وبلا لف ولا دوران وهات من الآخر وجاوب على قد السؤال. أنت اسأل السؤال اللي بدك إياه وأنا بجاوبك. أنت كنت حضران على القصة اللي صارت بين عمي وخالي؟ طبعاً كنت حضرانة. ما حضرتك اللي وكلتني بنفسك. يعني أنت متذكر؟ طبعاً متذكر. وما نمت كل الليل بيتفكر كيف بدي لقي له حل، كيف بدي أعالجها. إيه وشو طلع معك يا سفل الهم؟ ولو يا معلم، القصة واضحة والكل بيعرفها إلا أنا. على حد علمي إنه خالك جمال طلع من الحبس بوجهه لعندكم على البيت. اسمعوا كيسة، أنت فهمان علي كتير منيح. فهمت فهمت، بس يا ريت أنت تفهم. احكي بسرعة ولحق حالك. يلا، هيدي رغبة الست ماهر.